اهلا بكم النهارده في حلقه جديده، يا رب تكونوا كويسين في افضل صحه واحسن حال. اللي لسه جديد معايا واول مره بيشوفني انا الدكتور مايكل، دكتور صيدلي. قبل ما نبدا حلقه النهارده يا ريت نعمل اشتراك او سبسكرايب في قناه الدكتور مايكل وتفعلوا علامه الجرس لكم كل الفيديوز والاشعارات، وما تنسوش اللايك والشير علشان الفائده تعم. وفي حلقه النهارده هنتكلم عن واحد من اقوى المنتجات الحاصل على تصريح الـ FDA من قبل منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. المنتج بتاعنا ده بيساعدنا في التغلب على النوم، الاشخاص اللي بتحس بيه النعاس كتير، الاشخاص اللي بيبقى عندهم قله التركيز، ده كمان هيدي للجسم نشاط وحيويه. تابعوني لحد نهايه الحلقه، تابعوني بعد الفاصل. وبيعتبر هذا المنتج من احدث محفزات اليقظه والنشاط، لانه بيعمل على زياده التنبيه من خلال تنظيم المواد المسؤوله عن النوم واليقظه مثل الدوبامين والنور ابينفرين او النور ادرينالين. طيب عايز اقول لحضراتكم كمان، ده مش بس كده، بيساعدنا كمان في التغلب على النوم والخمول الزايد اثناء العمل في اليوم. وكمان مش بس كده، بيدينا احساس او شعور طبيعي باليقظة والحيوية والنشاط والتركيز. عايز اقول لحضراتكم هو من المادة المطورة من مادة المودافينيل، وهو مادة الارمودافينيل، واللي موجود في منتج الارمويك. ارمويك ده اسمه بالعربي. المادة الفعالة ارمودافينيل 50 ملي جرام، بالانجليش ارمو ويك، جاي من كلمه ويك اب يعني استيقاظ او يقظه او تركيز. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الماده الفعاله ارمو دافينيل 50 ملي جرام. طيب عايز اقول لحضراتكم طبعا لما بقي في تطوير من ماده المودافينيل لماده ارمو دافينيل، طبعا كده هيزود الافكتيف، هيزود المفعول بتاعه، كمان هيبقى اكثر امان، كمان هيبقى اقل في السايد افكت، في الاثار الجانبية. وايضا الارمويك هو الاول والوحيد بمادة الارمو دافينيل، هو الاول في سوق الدواء المصري حاصل على تصريح الـ FDA من منظمة الغذاء والدواء الامريكية. وارمويك هو لا فيتامين ولا كافيين، وبيعتبر احدث مستحضر طبي جديد بيعمل على زيادة قوة التركيز والنشاط والحيوية، يعني بيساعدنا في التغلب على النعاس والنوم ازاي. وكمان عايز اقول لحضراتكم نقطة مهمة جدا جدا لبعض الاشخاص اللي هتقول لي يا دكتور طب ما ممكن يا دكتور احنا نشرب الشاي او القهوة هتأدي الغرض. تمام، هقول لحضراتكم الشاي والقهوة اوكي هتخلينا مصحصحين، هتدينا النشاط والتركيز بس لمدة معينة. ده غير ان حضراتكم طبعا تناول الكافيين كتير اللي هو في الشاي او في القهوة ليه طبعا اضرار كتير، زي هيبقى فيه قلق، أرق، صداع، هيبقى فيه كمان عصبية، هيبقى كمان فيه اضطراب في الجهاز الهضمي، زيادة التبول، وكمان عدم انتظام أو سرعة ضربات القلب، وكمان هيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. علشان كده طبعا كنا لازم نلجأ لحاجة ممتازة جدا جدا، وزي ما احنا قلنا مع بعض في منتج الأرمويك، هو طبعا بيعتبر حاجة ممتازة جدا جدا ومصرحة عالميا. طيب والسؤال هنا، هل يا دكتور الأرمويك بيسبب التعود او الادمان؟ الاجابه لا، وبيفضل ان احنا بناخد الارمويك عند اللزوم يعني عند الاحتياج. وبيعتبر الارمويك مفيد لبعض الاشخاص زي السائقين اللي بيشتغلوا لعدد ساعات طويله، وكمان لبعض الاشخاص اللي بتسافر لفترات طويله، وكمان ايضا لبعض الاطباء، وكمان لبعض عمال الحراسه اللي بيشتغلوا بالليل لفترات طويله، وايضا مع بعض الطلبه اللي بتذاكر لعدد ساعات طويله ان كانت في دراسه او امتحانات. طيب بالنسبه للدوز او الجرعه، الجرعه عايز اقول لحضراتكم بناخد قرصين يوميا. طيب بيدي مفعول حتى 10 ساعات تقريبا من اليقظه والتركيز. طيب عايز اقول لكمان حضراتكم ان هو ما بيتاثرش بالاكل، بس خلي بالنا ان احنا لو اخذناه على معده فاضيه يعني قبل الاكل هيدي مفعوله بعد ساعه، اما لو اخذناه بعد الاكل مفعوله هيبقى ابطا شويه، يعني هيدي الافكتيف بتاعه بعد ساعتين، فيفضل بيتاخد على معده فارغه. بس عايز اقول لحضراتكم بتعتبر الجرعه الرئيسيه 150 ملي جرام. طيب لكن احنا بيفضل ان احنا بنبدا بقرصين يوميا، وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا لازم بناخده عند اللزوم او عند الاحتياج. وعايز اقول لحضراتكم نقطه صغيره، ان احنا لو داخلين ننام ما ينفعش ناخد اقراص
الارم ويك ليه؟ يعني طبعا هتسبب لنا مشاكل ارق وقله النوم. بالنسبه للموانع يا دكتور، انت قلت ينفع مع كل الناس، بس هقول لحضراتكم اقل من 18 سنه يعني مع الاطفال ما ينفعش، 18 فيما فوق. تاني حاجه كمان، لبعض الاشخاص اللي بيعانوا حساسيه من ماده الارمو دافينيل كمان ما يقدروش ياخدوا هذا المنتج. كمان لبعض الاشخاص اللي بتعاني من امراض المزمنه وايضا الرضع والحوامل، وكل الاشخاص دي كلها بيكون تحت اشراف طبي. طيب سعر الارمو ويك بكام يا دكتور؟ ب 63 جنيه، العلبه فيها 20 قرص، فيها شريطين، طبعا تركيز 50 مللي جرام، يعني يعتبر القرص واقع ب 3 جنيه وكسور، يعني نقول ب 3 جنيه، يعني ب 3 جنيه نشاط وتركيز ويقظه. وبالنسبه لي اخواتنا الاشقاء اللي بيتابعونا في كل الدول العربيه، هسيب في الديسكريبشن في صندوق الوصف اسم الماده الفعاله الارمو دافينيل، علشان تقدروا تدخلوا اي صيدليه تقدروا تشتروا المنتج. انا لحد كده اكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ولو حضرتك جديد معايا ولسه اول مره بتشوفني، ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب قناه الدكتور مايكل، وتفعلوا علامه الجرس لكم كل الفيديوز والاشعارات، وما تنسوش اللايك والشير علشان الفائده تعم. ولو في حضراتكم اسئله واستفسارات للحلقه دي والحلقات اللي فاتت، اكتبوا لي في التعليقات وانا برد على كل الاسئله. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.